اهلا بكم تكمله للدرس السابق. دونك واش الحاجه اليونيك اللي جاتنا بها نود جي اس؟ هي انه عباره هي حملت لنا واش حملت لنا الجافا سكريبت من الكليون سايد للسيرفر سايد، تعمل كومينيكاسيون بين السيرفر سايد والكليون سايد. يخصك تعرف الجافا سكريبت باش تقدر تكتب ولا ديفلوبي الفرونت اند والباك اند تاع الويب ابليكيشن. وقلنا السيرفر سايد يخدم على لي تريد والايفنت، والنود جي اس تخدم على الايفنت. والنود جي اس قلنا جات بالشيء الجديد هو تخدم المعالجه المتوازنه لمجموعه من الطلبات، مجموعه من الريكويست. قلنا هي تخدم بالاونلي تريد، وقلنا باللي تستعمل جوجل في 8 جافا سكريبت انجن. هذا هو نفسه الانجن اللي موجود في الجوجل كروم براوزر. خلينا درك نشرحوا شنو هو الكليون سايد والسيرفر سايد. الكليون سايد كما راح نشوفوه هي جهة الكليون، والسيرفر سايد هي جهة السيرفر الخادم، دونك جهة الزبون وجهة الخادم. دونك الزبون ولا متصفح صفحة الباج ويب كيطلب باج ويب كيطلبها عن طريق اليو ار ال في البراوزر، يعني في الفايرفوكس اي سي، راح يتم نقل ريكويست. هنا نقدروا نقولوا راح يتبعث الريكوست تاعنا ا. هذا الريكوست وين يروح؟ الريكوست تاعنا يروح للسيرفر سايد. السيرفر هذا واش يدير؟ يتصل بالداتابيز يبعث لها الريكوست تاعنا ار ا. كي يبعث لها الريكوست ار ا هي ترد له انكويري، دونك راح ترد له انكويري ا. دونك الكويري ا هذا كيجي يعاود يرجع لي وين يرجع الكويري ا تاعنا، هذا يعاود يرجع للزبون، الزبون يستقبل الكويري تاعو اللي هو تافيشالو لا باج تاعو دوفون سيت بيرسون، يعني تافيشال لا باج. دونك هنا خلف هذه العمليه اللي صرات، هذه العمليه كاع اللي صرات، هو انه الحاجه اللي لازم نفهموها هي انه الجافا سكريبت هو عباره عن لونغاج لتيكزيكيتا في السيرفر سايد. هذه اول حاجه، هو عباره عن لونغاج لتيكزيكيتنا في السيرفر سايد. بار كونتر الجافا سكريبت هو في الكليون سايد، يعني في البراوزر تاع الشخص. بالاضافه الى جافا سكريبت كاين اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت، هادو لي تروا يتيكزيكيتاو في الكليون، في الكليون سايت، صافي دير في البراوزر تاع متصفح تاع الشخص المتصفح لاباج تاعنا. مي بار كونتر هنا النود جي اس الكود الخاص بالنود جي اس تيكزيكيتا في السيرفر. دونك عندنا دو كوتي، عندنا كوتي كليون سايت، عندنا كوتي سيرفر سايد. هنا بالاضافه الى النود جي اس كاين بزاف لي لونغاج، كاين باغ اكزومبل كوم بي اتش بي، يعني كاين باغ اكزومبل بي اتش بي، كاين ريالز، كاين اس بي دوت نت اوسي، كاين اس بي دوت نت اللي راح نتعلموا عليها ان شاء الله قريبا. دونك هذا هو عندنا جيت كاين سايد سيرفر سايد. وقلنا باللي دونك المعنى تاع انه هنا الكود يتيكزيكيتا تاع جافا سكريبت في البراوزر، وهنا الكود تاع نود جي اس تيكزيكيتا في كليون في السيرفر سايد. ممكن نعطيو مثال، يعني مثال عن تطبيق الفيسبوك، تطبيق الانستغرام، هما دو مثال يعني اللي يستعملوا فيه بزاف كيفاش نقولوا، يستعملوا فيه بزاف النود جي اس. باغ اكزومبل كون نديرو مثال تاع نفتحو مينيو في فيسبوك ولا نديرو تشاتينغ، نبداو بالتشاتينغ. في تشاتينغ باغ اكزومبل واش قاعد يصرا او رياليتي في تشاتينغ؟ في تشاتينغ باغ اكزومبل سينو ان يوزر ان يوزر دو، هذا اليوزر اي يبعث باغ اكزومبل كويري، يبعث باغ اكزومبل ريكويست، يبعث ريكويست ار ا. ريكويست ار ا هذه يجي البراوزر يحكم هذه الريكويست ار ا، يبعثها لمن؟ يجي يبعثها للداتابيز، يبعث لها واش هو؟ يبعث لها الريكوست ار ا. وبعد الداتابيز واش دير؟ تعاود ترد له واش الداتابيز؟ تعاود ترد له انكويري، كويري ار ا. ومن بعد واش هي؟ هو طلب هاي. ومن بعد ابري راح ترجع له لا ريبونس، هنا ترجع له للسيرفر. واش هو السيرفر؟ راح يرجع لنا لا ريبونس لمن؟ راح يرجع لنا لا ريبونس اليوزر عن طريق كويري ار ا، عن طريق كويري ار ا. بنفس الشيء اليوزر نيميرو 2، هذا اليوزر نيميرو 2 يبعث الكويري تاعو باغ اكزومبل ار 2، هنايا ار 2، يبعث الار 2 تاعو، يروح السيرفر يهز الار 2 يبعثو للداتابيز، يستنى الداتابيز تعطيه الكويري كي 2، الكي 2 راح يرجع له لا ريبونس. هي عملية تشاتينغ باغ اكزومبل، يعني كي يعمل هذا اليوزر ان يعمل، يعني يكتب ميساج في
الانستغرام يعني الميساج هذا راح يترونسفيره لمن يوزر دو. دونك اليوزر دو اليوزر دو اوسي تعمل الميساج يروح اليوزر ا. دونك هنا العمليه كيفاش قاعده تصرف تشاتينغ. دونك باش نوضحوا اكثر العمليه تاع التشاتينغ اللي صرات، كما قلنا عندنا ريكويست ا يبعث للسيرفر، ريكويست ا ينتقل يهز السيرفر ديال داتابيز، من بعد ابري ينتظر هنا يدير ويت، يدير ويت للداتابيز، الداتابيز توجد له لا ريبونس يهزو اللي هو الكويري ويدي يرجعو لليوزر. دونك هذه العمليه كيفاش قاعده تصرى بين السيرفر واليوزر وداتا بيز. خلينا ننزلو مثال تاع الفيسبوك. فيسبوك سي عندنا هنا مجموعه من الاشخاص، هادو يعملوا مجموعه من الكويري، يعملوا مجموعه من الكويري الفيسبوك اللي هي كامل يطلبون الميم دوموند، اللي هو الدوموند يفتحوا لوبن مينيو، صافي دير قائمه الاشخاص يفتحوه او مام طون او بيان جو سي با او بيان المينيو تاع الفيسبوك لابار هذاك اللي تفتح يطلبوه هما او مام طون. هنا العمليه واش هي؟ السيرفر واش راح يدير؟ السيرفر هنا كما شرحنا في الفيديو رقم واحد قلنا باللي السيرفر واش هو عنده العمليه تاعو هي ملتي، هو عباره عن ملتي ثريد، يعني هذه يهزها بثريد وهذه بثريد وهذه بثريد وهذه بثريد ويكزيكيتي هذا ويستنى ينتظر لا ريبونس من الداتابيز ومن بعد تكزيكيت هذا ومن بعد يستنى تكزيكيت هذا يستنى تكزيكيت هذا. العمليه جد مكلفه وبيان نعم العمليه جد مكلفه، يعني راح يتم مكلفه من ناحيه الوقت، يعني راح دوموندي الوقت. يعني خلاصه القول يعني الحل هو انه نديرو باجون نشريو بزاف لي سيرفر، نقولو نشريو بزاف لي سيرفر وتم حل المشكله. يعني كل طالب نديوه لسيرفر ولا كل دو ريكويست نديوهم مع سيرفر وحلينا المشكله. يعني هذا موش حل، يعني موش حل فعلي وموش حل تاع واحد انجينير، يعني تحل هذه المشكله انك تقوم بإشارة سيرفر. يعني راهم غاليين، يعني السيرفر ستكلف، يعني يكلف يعني شراء سيرفر باش تشري بزاف دي سيرفر من اجل ان تي بروبليم. انت عندك ان سيرفر، عندك ان داتابيز، ان سول سيرفر تقدر تحل هذه المشكله اللي هو نجيبو بايزون المعالجه المتوازنه تاع نود جي اس. معناتها احنا عندنا بزاف هنا لي سيرفر، عندنا بزاف لي ريكويست تاع اليوزرز طلبوا هذو لي جون، واش يدير السيرفر؟ يخدم المعالجه المتوازنه، طلبوا هنا المينيو كامل، طلبوا المينيو لهذا الجون. تقنيه سمنو جي اس واش دير؟ لي تيكزيكيتا هنا في السيرفر سايد، هنا باش نديرو هنايا تيكزيكيتا في السيرفر سايد هنا، واش دير؟ تحكم هذو كاع لي ريكويست وتعمل لهم اكزيكيسيون ضربه واحده كما شرحنا في تقنيه النود جي اس اللي جات بالاسانكرون. دونك هنا هي الاسانكرون، يعني تسانكرونيزي واش هو تسانكرونيزي لي انبوت، يعني تصرى ليكزيكيسيون ضربه واحده، يخرج سيرفر يديهم اي مليون دو ريكويست هذا داتابيز تعاود تريبوندي له يعاود يرجع ويعاود كل واحد يعطيه لا ريبونس تاعو. دونك هنا معالجه متوازنه، يعني مجموعه من الطلبات تم معالجتهم في نفس الوقت، ماشي كما كان السيرفر يخدم ب الثريد الاول والثريد الثاني، هنا العمليه عكسيه. دونك باش نختمو قلنا نود جي اس في التشاتينغ، علاش يستعملوها بزاف في التشاتينغ وعلاش يستعملوها اوسي في فيسبوك؟ هي لا سول ريزون كما نقدروا نقولوا هنا ريلي فاست ولا سبيد، عندها السرعه وريلي فاست. الحاجه المهمه يعني اللي نركزوا عليها اللي هي واش هو اي كان هاندل مليون اوف، يعني هنايا تستعمل واش هو تستعمل وتتعامل مع بزاف اللي هي دي مليون واش هو طلبات في نفس الوقت، يعني تعالج طلبات متزامنه، طلبات تعملهم معامله متزامنه. وهذا هو الشيء الجديد اللي جات به نود جي اس، يعني انها يجيوها بزاف لي ريكويست تقوم بمعالجتهم دفعه واحده، يعني ما تحكمش الطالب الاول حتى تنتهي ثم تنتقل للطالب الثاني. هنا راح تكلفنا الوقت، يعني واش هي التقنيه جات يعني تكلفنا الوقت والاجهاد. هنا يعني جات ديريكتومون، يعني تحكم هذوك لي ريكويست تيكزيكيتيهم ضربه واحده، تبعثهم للسيرفر، السيرفر راح يزيد يجي يهزهم ويبعثهم. دونك هنا تقنيه نود جي اس تكمل لا بيرفورمانس تاعها. دونك هذه هي خلاصه الدرس عن مقدمه نود جي اس، نلتقي في دروس اخرى.